نعم، كثر العراق ربما يزور المملكة العربية السعودية بشكل رسمي للمرة الثانية خلال هذا العام أو خلال عدة أشهر فقط بعد أن شارك في القمة السعودية الأمريكية والتي أيضا شارك في العراق عندما كان السيد مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء. الآن السيد محمد الشياع السوداني توجه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذه القمة التي توصف بأنها الأهم وربما الفريدة من نوعها مع الجانب الصيني بمشاركة خليجية عربية واسعة من أجل تطوير العلاقات بين الصين وبين هذه الدول العربية. بالتأكيد العراق له نوايا حقيقية من أجل أن تترجم العلاقات العراقية الصينية على الأرض، ويريد أن يفعل الاتفاقية الصينية التي تم الاتفاق عليها بين الجانب العراقي والجانب الصيني عام 2019 عندما زار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع وفد كبير الصين ووقع عدة اتفاقيات تصب غالبها في طبعا تطوير البنى التحتية العراقية من قبل الجانب الصيني، لكنها لم تترجم حتى الآن بسبب الكثير من التحديات والإشكاليات السياسية والأمنية. العراق له تبادل تجاري ربما هو الأكبر خارجيا مع الصين ب 33 مليار دولار أو أكثر من 33 مليار دولار، هذا ما تصدره الصين للعراق، وبالتالي أيضا العراق يصدر للصين بما يقارب 6.5 مليار دولار، وطبعا غالبية ما يصدره العراق هو النفط للجانب الصيني. بالتأكيد أيضا العراق يسعى من خلال هذه الزيارة لتوطيد علاقاته مع الدول العربية والدول الخليجية، وهذا طبعا ما يفسره اللقاءات الجانبية التي عقدها السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، كذلك أيضا في المملكة العربية السعودية. وبالتأكيد سوف تكون هناك أيضا لقاءات أخرى يحاول العراق الاستفادة منها بشكل كبير من أجل أن يوطد علاقاته وأواصره مع محيطه العربي، مما يدعم بشكل كبير الاستقرار السياسي والأمني وكذلك تطوير الجانب الاقتصادي من خلال هذه العلاقات.